ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. استقبل الملك محمد السادس زينب العدوي وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات خلفا لإدريس الجطو. وبهذه المناسبة زود الملك الرئيس الجديد بتوجيهاته السامية قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لا سيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية وفي مجالات تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. وكان لافتا أن الملك لم يخص الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للحسابات بأي رسالة شكر، فيما دعا الرئيس الجديد إلى الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لا سيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وهي التوجيهات التي تحمل أكثر من دلالة وتكشف ربما عن سبب إعفاء جطو. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.